خلال الجلسة المخصصة لمناقشة النظام الداخلي، منح مجلس النواب الحكومة الحق في استرداد مشاريع القوانين في أي وقت تشاء، حيث صوت 43 نائبا مع قرار اللجنة القانونية بشطب الفقرة ب من المادة 65 من النظام الداخلي، والتي تنص على أنه يجوز لمجلس الوزراء استرداد مشروع القانون قبل التصويت على إحالته للجنة المختصة. رئيس مجلس النواب سعد السرور قال إن شطب المادة هو الأنسب لوجود قرار من المجلس العالي لتفسير الدستور يتيح للحكومة استرداد مشروع القانون في أي مرحلة من مراحله. الحق أعطي بقرار تفسير المجلس العالي لتفسير الدستور، القرار رقم 1 للعام 2001 فقط للتصحيح، بأن للحكومة أن تسحب القانون في أي وقت ترتهن، وليس تفسير ديوان التشريع. هذه واحدة. 2، اسمحوا لي، أن هذا القرار أعطى الحق للحكومة أن تسترد القانون في أي وقت، بمعنى أنك لا تستطيع أن تقيد، وهو جزء من الدستور، أن تقيد الحكومة بأنها لا يجوز أن تسترد القانون. صح أو غلط، هذا الحق أعطي لها بالدستور فقط. أنا وجدت اليوم، ولذلك الشطب المادة في محله. مجلس النواب رفض اقتراحا قدمه مجموعة من النواب بإضافة لجنة الشؤون الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني لغايات إيجاد قنوات اتصال مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني. كما رفض المجلس خلال الجلسة اقتراحا بإضافة لجنة نيابية دائمة باسم لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، إلى جانب رفضه اقتراحا بإضافة لجنة باسم التنمية والحكم المحلي. اقتراح بإضافة لجنة الشؤون الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني، والنص كالتالي: لغايات إيجاد قنوات تواصل مباشر بين المجلس والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني للدفع بالمسيرة الديمقراطية التعبدية والارتقاء بها وبدورها على صعيد التواصل، أرجو الزملاء اقتراح بشكل تشكيل هذه اللجنة. القرار لكم الزملاء، من مع هذه اللجنة بالتصويت؟ من مع هذه؟ سأطرح المقترح على المجلس. من مع المقترح بتشكيل لجنة جديدة لأوقاف الشؤون الدينية؟ المقترح حصل على 21 صوت من 85 ولم يبرر. الثانية: التنمية والحكم المحلي والأقاليم، من مع هذا المقترح؟ وصوت مجلس النواب على تحديد عضوية لجانه بأحد عشر عضوا كحد أعلى، وأن يكون حدها الأدنى 7 أعضاء. اقتراح الزملاء أن يكون الحد الأعلى 11 والحد الأدنى 7، من معه؟ وفشل مقترح نيابي تقدمت به النائب وفاء بني مصطفى بأن يكون عدد أعضاء اللجنة 15 نائبا وحدها الأدنى 5 أعضاء. كذلك فشل مقترح آخر يقضي بأن تكون العضوية 25 نائبا، وفشل أيضا مقترح يقضي بأن يكون عدد أعضاء اللجنة 10% من أعضاء المجلس. أنا أتمنى من الزملاء أن نضع حدا أدنى بعده وهو 5 أعضاء للجنة. إذا نزل عدد أعضاء اللجنة عن 5 يتم إعادة انتخاب اللجنة مرة أخرى داخل مجلس النواب. وشكرا. مع الرئيس، أنا مع عدم تحديد عدد أعضاء اللجنة، بل مع ذكر النسبة، لأنه ممكن في قانون قادم لمجلس النواب يرتفع عدد النواب أو ربما ينخفض العدد.
معليش انا على العكس اقترح رفع الحد الاقصى الى 25. اذا كنا نتحدث عن تحويل الحوار الاساسي والنقاش الاساسي وطبخ القرارات والقوانين في المجلس فيجب توسيع اللجان. بدايه في مخالفه الزميله وفاء بني مصطفى اللي سمعتها. من مع مخالفه الزميله اللي بتقول الحد الاعلى 15 والحد الادنى للجنه 5؟ من مع هذا؟ لم ينجح الاقتراح ب 26 صوت من 90 صوت. الاقتراح بان تكون العدد اعضاء اللجنه 10% من عدد اعضاء المجلس بغض النظر عن عدد اعضاء المجلس. من مع هذا الاقتراح؟ حتى على نعم. لم ينجح الاقتراح. هناك اقتراح اخر ابعد، ان يكون الحد الاعلى 25 عضو اللجنه. من مع هذا الاقتراح؟ لم ينجح الاقتراح. وحال فقدان النصاب القانوني دون استمرار عقد الجلسة الصباحية للمجلس بعد 3 ساعات من انعقادها، مما دفع النائب الأول لرئيس المجلس النائب خليل عطية إلى رفع الجلسة لمساء الأحد المقبل.